عايزه اروح لخبر اخر. وزاره الداخليه، احنا شايفين بقالنا فتره الحقيقه وزاره الداخليه عامله كده كذا نشاط، حاجات يعني فكره التواصل الانساني بعيدا عن دور وزاره الداخليه بفرض الامن وسيطره الامن في الشارع المصري، والمشاركه طبعا المستمره جنبا الى جنب مع قواتنا المسلحه المصريه في دحر ومحاربه الارهاب. كمان في دور انساني الحقيقه قايمه بيه مبادرات كثيره جدا، في مبادرات انسانيه ما زالت بتطلقها وزاره الداخليه، يعني الهدف منها بنخفف من عبء العبء الكبير الحقيقه اللي على كاهل البسطاء من المواطنين. وزاره الداخليه وجهت سيارات متنقله زي ما احنا شايفين في الصوره، السيارات المتنقله دي فيها سلع غذائيه، السلع دي لانه الناس كمان بتقول الكلام ده، السلع دي باسعار مخفضه، يعني سعر السلع دي مش هيكون نفس سعر السلعه في مناطق ثانيه، ولا ما نبقاش عملنا حاجه، لا بتبقى اقل بقى بكتير، اقل بشويه صغيرين مش مهم، بس اهي مبادره. ما هو لو كل جهه فينا ولو كل وزاره فينا ولو كل محافظه فينا اتحركت وعملت مبادره للسلع المنزليه، للسلع المستلزمات، للسلع المعمره، لتوزيع البطاطين زي ما وزاره الداخليه عامله المبادره دي نفسها فيها توزيع بطاطين بالمجان على البسطاء. في قوافل طبيه الوزاره عاملاها برضو بتفحص فيها المرضى، بتصرف العلاج اللازم ليهم برضو بالمجان، لانه من اتاكد انه مريض وعنده مشكله ومحتاج لعلاج ومش عارف يجيب العلاج ده انا مش هسيبه، فهي بتصرف له الحقيقه هذا العلاج بالمجان. ده جزء من مبادره وزاره الداخليه، محاوله تحترم الحقيقه للتخفيف عن عبء المواطن البسيط اللي اكيد غلى الاسعار حواليه تعبه جدا من